السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد النور، واليوم عندنا سيارة نيسان ألتيما، ودي بتتوقف على الألتيما والماكسيما والإنفينيتي. عندنا الكود بتاعة الاير فوليمتر سنسر. لما يكون في السيارات ديل بس مهما عملت وعملت يعني مسحت الكود او عملت كلير للكود، الكود بيرجع تاني. والسبب انه الاير والسبب هو الاير فوليمتر سنسر، لكن ما من الاير فوليمتر سنسر، هي ان الكمبيوتر بتاعة العربية لازم يعني تتعمل فورماتنج او تعمل ابديت لاخر سوفت وير موجود. فأنا هنا بنستعمل اللي هو البلاتفورم الاوريجينال للنيسان داتسون وانفينيتي، وبننزل سوفت وير جديد، بنعدل السوفت وير القديم عشان يتمشى مع مشكلة السيارة، اللي هو الكود بتاعنا بي از ان بيتر وصفر 101. You see, this is the code that I'm talking about. It. When you have this code, no matter what you do, P0101, the code will not go away. It keep coming. The computer must be updated. طيب الحل انه لازم يكون عندك لابتوب وتوصل الانترفيس بتاعك او الجهاز بتاعك من السياره، اللي هو هنا دي الاو بي دي 2، وبطاريه لازم يكون اقل حاجه يكون عندك بوستر باك كويس. ونبدا في برمجة السيارة. هنا لقينا المشكلة شنو، لكن نرجع بعد ده، نرجع نطلع من هنا وندخل على البرمجة. كنا في قسم الفحص، بعد ندخل في قسم العمليات الجراحية. طيب نعمل ريبروغرامينج، وبنجي نعمل اوكي. زي ما انت تخش تدخل عربي، تدخل زول في الدكتور مثلا، عندك عملية جراحية تجهز الاكسجين وتجهز عمليات يعني الدم وكل الحاجات المطلوبة. برضو عندك هنا في بعض السيارات لازم انت تجهز التشارجر، البوستر، البطارية لازم يكون مليان. وانا هنا عندنا ألتيما سيدان، هي 2012 11 كل واحد. نعمل سلكت، ندخل على ندخل على السيارة. خلينا نرفع الزجاج مرفوع طبعا. You can close that door because we don't need no. Soon he's gonna tell us accessory must be off. This is a VIN number. طلع علينا طبعا. نعمل confirm. وبعض الأحيان بتطلب منك أنك يكون عندك إنترنت. You can hold this one here. I'm gonna try to see if I can get internet. Okay. Smile. Smile. You waiting for someone? Huh? You waiting for someone? No. Okay. Okay. No problem. Good. Okay. Now we're gonna go to engine. Thank you. بنمشي على المكنة. طيب أيوة. Thank you. نجي على البروغرامينج. دل المعلومات اللي عندنا الأولية. لازم تقرأ الصفحتين بتاعت الشروط وتعمل أوكي. بعدك تعمل next. طبعا دل بروغرامينج. اوكي انا صور ده السوفت وير القديم C0E C4D، يعني في سوفت وير. طيب نعمل next. شايفين red؟ الريد معناته الانجن the car is running. So you cannot do it while the car is running. فأنا بقوم بطفي السيارة. كويس كده بقى كله green light زي الترافيك. اوكي بعد ده بنمشي. مرات بيطلب مننا انترنت. Sometimes ask internet, so I'm gonna try to get my internet working. If you don't have internet, sometimes it will not work, but it's okay. وبعض الاحيان لو انت عندك السوفت وير موجود في اللابتوب ما بيطلب انترنت.
لو ما بيتطلب انك تكون في الانترنت، اما في بعض الاحيان بيتطلب منك انك لازم يكون في انترنت. فقالين هسه بنشوف، معناتها هسه كده احتمال ما حيقبل معانا البرمجة. خلاص شايف نزل، لكن برضو بيطلب مننا شنو؟ قال 10 دقايق والكونسول 3 وقف، ليه ما عارفين. كونسول 3 وقف. Charging system is very low. Let me put a real charger because مش عايزين نعمل مشكلة بهذا. Can you get the other charger from your grandpa there? And we're gonna connect it and charge it because this one here it doesn't wanna work. خلاص نجيب شوية نغير البرمجة لأنه يمكن عندنا مشكلة. In the technical service bulletin. انه حتى لو انت غيرت السنسر ما بيشتغل معك يا زول، الا تعدل الكمبيوتر. ايوه بعد، عشان كده شغالين في تعديل الكمبيوتر. ننزل له سوفت وير جديد. ما عملت كده ما بيشتغل معك. انتوا هنا ده كويسين، لكن العالم الثالث ده يقول الكمبيوتر الحاجات ده من وين هناك؟ السودان والبداية ما دارين بعد إلا تتعامل بطريقة كده. لازم يتلاقي، لأنه خلاص يتغير. مش يعني لازم، يعني ما في طريقة. أنت تتعامل بحاجة بيجبرك. أي نازل شفتها بيجي يسوي زمان لما بدينا في الحاجات دي بدوك السوفت وير بلاش. يعني زمان الجي ام سي اللي هو العربات الجنرال موتور ده. تعرف I believe something happened to this engine computer right. Because I'm not able to communicate with it. Yeah, why? Because ignition was not on. Why ignition was not on? So right now, let me go back again one more. And then I will try to come back again. Hopefully we communicate and read the VIN number. أخبارك شنو؟ والله الحمد لله هنا كويسين والله ما تعوجة. الولد يوم ذاك رسلت له الكوفي لكن ما في معايا. يا اخي بابا اقول جات الجيب. اي رسلت له لكن ما قدر يفهم اي حاجه. شفتها؟ قال لي والله ما فهمت انا. رسلت له صوره كده، قال لي كان في جهاز صغير كده رسل لي قلت انا ما في جهاز. قلت له جهاز صغير. والله يا اخي لا جهاز الا المهندس يقول لك. لا كونفيرم رايت. If I'm able to put something inside, I will be okay. But if there is no way, if there is no communication to pull anything, you may have to disconnect the battery. We wait a little bit and then programming. Maybe I went to partially programming and then stop. طيب أنا نمشي نقرأ الاثنين. Confirmation. كويس. Next. Okay, I'm gonna start again. We need authentication. Okay. Select your group. US Canada. I gotta put my username. Now we are getting in. كده داخلين على البرمجة. وبعد ذاك المراوح المفروض يشتغل بصوت عالي، لكن وقفنا المراوح فصلناه من جوا عشان ما ينزل البطارية. كان ما ينزل البطارية وكده. هسه فضل لنا 10 دقايق. أنا عشان عندي قناة بتاع يوتيوب وبنزل الفيديوهات بتاعي يا زول. هاي لا كويس. طب مشيت هسه في التليفون بتاعك، مشيت كتبت تلقى تمام. لا مية. طيب بننتهي بعد 10 دقائق تقريبا، باخذ 10 دقائق وبعد ذاك بنحاول ننتهي من البرمجة. و we are good to go. لازم يكون عندك باتري تشارجر والاكسسوري كله يكون اوف، وتتابع في في في, في, في
في البرمجه. بعد ما ينتهي تعمل كلير للكود ويو ار جود تو جو. كل الشكر والتقدير، ونشوفكم في فيديو تاني. بليز لايك سبسكرايب اند شير.